صباح النور مشاهدينا، وزي ما عودتكم دايما نصيحة اليوم النهاردة هي شرب المية، لأن احنا داخلين على كمان الشتاء، وفي الشتاء الناس كتير ما بتحسش انها عطشانة بسهولة، فلو وصلنا ان احنا لدرجة ان احنا حاسين ان احنا عطشانين فده اوريدي معناها ان احنا عدينا الحتة اللي هي ان احنا خلاص دخلنا في مرحلة الخطر، لانه مفروض ان احنا دايما نقعد نشرب مية في اليوم كله. لو في ناس كتير جدا بتقولي انها دايما بتنسى تشرب مية، وده طبيعي برضو، يعني ناس كتير لو مش متعودة انها يكون معاها ازازة او كذا او بتستصعب شرب المية، فمهم جدا ان احنا نحط زي الارم ان احنا كل نص ساعة او ساعة نشرب مية. وبرضو مهم جدا ان احنا نخلي المية دي تبقى بعيدة عن الاكل بنص ساعة قبل وبعد، علشان ما تشيلش ما تعملش دايلوشن للأسيد اللي في بطننا، اللي هو بيساعد على breaking down او ان احنا نكسر الاكل في بطننا، ونحاول ان احنا نستفيد منه على قد ما نقدر. وبالتالي برضو في دايما حاجة دايما بنصحها للناس، ان هي تحط الالكترولايتس في المية، ودي اللي هي لو في البيت ممكن حتى نحط pinch of sea salt وليمونة، اوكي، ونخليها طبعا على مدار الليل، فتاني يوم تكون اوريدي انه في المية الليمونة يعني استفرغت كل اللي احنا محتاجينه منها. اوكي يلا بينا دلوقتي هنبتدي واحنا واقفين، وبعد كده هننزل على المات بعد شوية. لو عندكم كرسي ان انتوا تستعملوه علشان تاخدوا التوازن بتاعكم ممكن برضو تعملوا كده. هناخد ايدينا تمسك رجلينا، هناخد لورا، اهم حاجة يبقى ركبنا جنب بعض. هنعمل stretching للhip flexor والquads، اهم حاجة انه الquads دي والhip flexors بتكون من الاكتر حاجة اللي هي بتكون تبقى tight، especially ال hip flexor اللي هي بتبقى ماسكة بطننا للجزء السفلي، فدي بتبقى بتقصر وبتبقى أضعف كل ما بنقعد أطول. وزي ما قلنا كل التمارين اللي هنعملها النهاردة ممكن تعيدوها تاني، بس نعملها على الأقل 30 ثانية. شهيق مفير، ناخدها بالجنب، هنتني رجلينا الشمال، ناخد الفلكسين التوز على رجلينا اليمين، نحاول نحس بالهامسترينج ستريتش. هنطلع بالراحة، ناخد نفس الرجل دي هنحطها اكروس لفوق بعيدة عن الركبة، وهننزل للجلوت ستريتش. دي برضو ممكن تمسكوا بول قدامكوا او تمسكوا كرسي او اي حاجة عشان تساعدكوا في التوازن. كل ما بننزل كل ما بنزق كمان الركبة لتحت، كل ما تحسوا بالجلوت ستريتش اكتر واكتر. ننزل بالراحة، بعدين ناخد رجلينا الشمال هنعمل نفس الحاجة. طبعا حاولوا تلاقوا التوازن بتاعكم. شهيق وزفير، كل ما تعملوا سكويزنج للليفت جلوت مثلا، كل ما بنحس بالستريتش اكتر واكتر، نحاول ان احنا ما نطلعش ركبتنا لقدام أو لورا. ناخدها للكورنر، شهيق زفير بالراحة، نطلعها بالراحة، ناخد هنا رجلينا بعيد عن الركبة، ننزل في الجلوت ستريتش بتاعنا. ممكن تريحوا هنا شوية كمان عادي. ثلاثة اثنين واحد، هنطلع بالراحة، ننزل رجلينا، نفتح رجلينا دلوقتي تبقى بالجنب، بس ما تفتحوهاش قوي ان انتوا تبتدوا تحسوا بوجع ورا ركبة، فشوفوا كل واحد بتبقى الديستنس مختلفة. هننزل الأول بالراحة برقبتنا للأرض، هنمسكها هنا. شهيق وزفير، هننزل بالراحة برأسنا، نخليها لتحت، نحس بالستريتش في رجلينا من ورا وفي ظهرنا. نمشي بالراحة بإيدينا اليمين لرجلينا اليمين وهنمسكها هنا. شهيق وزفير، طبعا لو مش واصلين الأرض عادي ممكن نمسك رجلينا هنا ونحس برضو بنفس الستريتش. ثلاثة اثنين
واحد. هنحط ايدينا الشمال على رجلينا اليمين، او ممكن حتى تحطوها على بلوك جنبكم، ونرفع ايدينا اليمين لفوق. ننزل بالراحة، ناخد ايدينا لرجلينا الشمال ونمسكها هنا شهيق وزفير. نحط ايدينا اليمين على رجلينا الشمال، نطلع بايدينا لفوق، نرجع تاني بالراحة. دلوقتي هنقفل رجلينا لان احنا نعرف ننزل لديب سكوات. هنزق بكوعنا لبرة، طبعا لو مش قادرين ان احنا نخلي الهيلز بتاعتنا او تكون على الارض لمسة، يستحسن ان انتوا تمسكوا في حاجة ان هي تساعدكم ان انتوا تنزلوا لتحت وتكونوا مرتاحين اكتر. بعدين هنحط ايدينا ونطلع بالراحة، شهيق لتحت، زفير لفوق، شهيق، زفير، اثنين، آخر واحدة، نفضل لتحت، نمسكها هنا، ثلاثة، اثنين، واحد. دلوقتي هنمسكها لتحت، نحاول نزق بكوعنا على ركبنا، نمسكها هنا، ثلاثة، اثنين، واحد. ايدينا هتنزل تاني، راسنا لتحت، هنعمل هيل تو لرجلينا لحد ما تبقى تحت الهيبس بتاعتنا بالظبط، وهنحط ايدينا الشمال على رجلينا اليمين، هنتني ركبتنا الشمال، نطلع بايدينا اليمين لفوق. هننزل لتحت، نعمل نفس الحاجة الناحية التانية. هننزل بالراحة، نمسك كوعنا بس، نعمل سوينج من ناحية لناحية. حاولوا تخلوا راسكوا كل حاجة تحت، زي ما بنقول let gravity do its job، هي هتشدكوا لتحت. هننزل ايدينا للأرض، وبس عايزاكم تخلوا وزنكم كله لتحت، حاولوا ما تمسكوش أي حاجة. ممكن تعملوا راسكو nodding your head yes، nodding your head no، وبس امسكوا هنا، ثلاثة، اثنين، واحد. tuck your chin into your chest لجوه، ونطلع بالراحة لفوق. آخر حاجة هتطلع هي راسكو. اوكي، دلوقتي عايزين نرجع بالراحة هنا. هنطلع برجلينا، لما نطلع البلانك هنطلع رجلينا اليمين جنبنا. اوكي، دلوقتي هننزل بالراحة، نطلع لقدام لحد ما الريس بتاعكم يبقى تحت الشولدر. هناخد رجلينا اليمين لقدام هنا، وهنمسكها شهيق وزفير. ده بيساعد على الهيب فلكسر ستريتش اللي احنا بنقول هي من أكتر حاجة بتبقى تايت من كتر القعدة. ننزل بركبتنا اللي ورا على الأرض، نطلع هنزق نفسنا لفوق، نحاول نلاقي بالانس هنا. ممكن طبعا تحت الركبة تحطوا يا إما بيلو، ممكن تحطوا فوطة، أو تعملوا دبلينج للمات. هنطلع لقدام شهيق، نزق دايما الهيب لتحت على قد ما نقدر، زفير لورا، مرة كمان شهيق، زفير. نعمل نفس الحاجة الناحية التانية، نطلع رجلينا لقدام، ايدينا في النص، هنطلع رجلينا لفوق، ثلاثة، اثنين، واحد. هننزل بركبتنا، زق نفسنا لفوق، شهيق، زفير، شهيق، زفير. نطلع بايدينا لقدام، هنحط ايدينا تحت الشولدرز، نطلع ايدينا لبره اليمين، هنزق ركبتنا لبره، وناخد شهيق وزفير هنا.
حاولوا تزقوها لبرا على قد ما تقدروا، وتمسكوها كذا ثانية. هندخلها تاني بالراحة، نحط ايدينا تحت كتفنا، هنزق، هنشيل ركبتنا اللي ورا من على الأرض، هنرجعها تاني، ونرجع تاني من الناحية التانية. المرة دي ايدينا الشمال لبرا، وهنزق في ايدينا اليمين، نطلع الركبة لبرا على قد ما نقدر. 3 2 1، نحط ايدينا، نرجع وبالراحة نطلع لورا، tuck your chin into your chest، ونطلع بالراحة. دلوقتي هناخد 3 deep breaths مع بعض، squat position، شهيق، hold، زفير، تاني شهيق، زفير، بالراحة على قد ما تقدروا، شهيق وزفير. يعطيك العافية. شكرا لك على هذه التمارين، وبتمنى يكونوا استفادوا منها المشاهدين. شكرا سهر، نلتقي في حلقة أخرى إذا الله راد.